السلام عليكم. الفيديو النهاردة هيكون مختلف شوية. المغاربة طالعين في صفحاتهم وناسبين عمر لطفي ليهم وبيقولوا عليه انه اصله مغربي ومؤسس النادي الاهلي وشيء من هذا القبيل. اول حاجة تعالى نتكلم عن النادي الاهلي من البداية للنهاية ونعرف المؤسسين الفعليين ليه. النادي الاهلي هو نادي رياضي مصري محترف يلعب في الدوري المصري الممتاز ومقر في القاهرة، وهو النادي الوحيد في الجاية في مصر بجانب نادي الزمالك الذي لم يهبط الى دوري الدرجة الثانية. تأسس النادي الأهلي بتاريخ 24 أبريل 1907 كنادي للشباب الوطنيين المصريين، ومنذ إنشاؤه اجتمع فيه المصريين لقضاء أوقاتهم وممارسة الرياضة. وفي 1909 أسس أول ملعب كرة قدم في تاريخ النادي وسمي حينها باسم الحوش، وتطور هذا الملعب حتى أصبح بمسماه الحالي ملعب مختار التتش. وللمعلومة مختار التتش هو محمود مختار الرفاعي الشهير بالتتش، كابتن منتخب مصر لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي المصري. اكتشفه النادي الأهلي وضمه إلى فريقه الأول في العام 1922، وكانت أولى مباراته مع الأهلي ضد فريق الطيران الإنجليزي في الكأس السلطانية، وفاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف أحرز تيتش فيه هدف الفوز. يرجع لقب مختار بالتيتش إلى اللورد لويد المندوب السامي البريطاني في مصر انزاك، وكلمة التتش تطلق على لاعب السيرك الصغير الحجم السريع الحركة الذي يبهر المشاهدين بحركاته وقفزاته ومرونته. كان اللورد لويد لاعب كرة قدم قديما، لذلك كان يحرص على متابعة مباريات كرة القدم في مصر، وعندما شاهد مختار يلعب أعجب به إعجابا شديدا، حتى أنه كان يخبر جلسائه بأن تحكم قدم التتش بالكرة أفضل من تحكم يدي اللورد بالبرتقالة، وكان كلما يقابله يبادره بقوله هالو تتش. المهم عشان ما اطولش، ممكن انتوا تبحثوا عن سيرته الذاتية. نروح بقى لمؤسسين النادي الأهلي الفعليين. البداية كانت من عمر لطفي باشا وأمين سامي باشا، دول أصحاب الفكرة، ومعاهم الزعيم المصري الكبير مصطفى كامل ورجل الاقتصاد المصري طلعت حرب، بالإضافة مع عمر سلطان بك وإدريس بك راغب وعزيز عزت باشا وإسماعيل سري باشا ومحمد محمود باشا وحسين رشدي باشا وعبد الخالق ثروت والإنجليزي مشيل أنس الذي أسس مجلس إدارة النادي وكان هو أول رئيس للنادي، والزعيم المصري سعد زغلول باشا كمان كان ليه دور فعال معاه، وزي ما انتوا عارفين هم دول الرعيل الاول للنادي. نروح بعدها لقائمه رؤساء النادي الاهلي المصري: ميشيل انس، عزيز عزت باشا، عبد الخالق ثروت باشا، جعفر ولي، احمد فؤاد انور، احمد حسنين باشا، احمد عبود باشا، صلاح الدين الدسوقي، عبد المحسن كامل، ابراهيم الوكيل، صالح سليم، محمد عبد رب صالح، حسن حمدي، محمود طاهر، محمود الخطيب. القائمة كلها مصريين، 14 مصري تولى رئاسة النادي الأهلي، مفيش مغربي واحد حتى، وعمر لطفي أيا كان سواء مصري أو مغربي مش هو لوحده اللي أسس النادي الأهلي، وهو صح هو صاحب الفكرة بس، حتى الفكرة كانت مشتركة مع صديقه أمين سامي باشا، وده مش تقليل من مكانة عمر لطفي أبدا، بالعكس ده ليه إنجازات كتيرة، كان داعم لحقوق المرأة المصرية وهو صاحب فكرة إنشاء أول نقابة زراعية في مصر لمساعدة الفلاح المصري. والمصريين أطلقوا عليه لقب أبو التعاون المصري. عمر لطفي شخصية عظيمة ورمز من رموز النادي الأهلي، وكل الأهلاوية فخورين بيه وأنا واحد منهم. نروح لأصول عمر لطفي. أنا دورت كتير عشان ألاقي مصدر واحد يثبت إن أصوله مغربية بس ملقتش، كله كلام فيسبوكي. من ضمن الكلام ده يعني ترجع أصول عمر لطفي بك إلى أسرة مغربية وفدت إلى مصر في عهد محمد علي باشا، وكان رئيسها من كبار الرجال في المغرب، وكان يمثل المغرب لدى الحكومة المصرية، بس ده كلام، فين اللي يثبت ده؟ صحيح الأصول بتيجي من الأب ومن الجد الكبير مؤسس العيلة، وهنا بيقولوا إن عائلة عمر لطفي عائلة مغربية سلطنة مصر أيام محمد علي، يعني في قرون فاصلة بينه وبين عيلته، فمش من المنطق أبدا إننا نيجي عند شخص اتولد واتربى واتعلم في مصر وأكل وشرب من خيرها نروح ننسبه لجده الكبير خالص، بغض النظر عن أيا كانت أصوله. لو عملنا كده مع عمر لطفي يبقى لازم نعمل كده مع أكبر وأعظم وأشهر الشخصيات التاريخية. فعندنا مثلا هنلاقي إن الأسرة الملكية البريطانية الحالية ذات أصول ألمانية ليست بريطانية أصلية، والأسرة الملكية المغربية ذات أصول سعودية تعود إلى مدينة ينبع ليست مغربية أصلية، الأسرة الهاشمية الأردنية ذات أصول سعودية تعود إلى الحجاز ليست أردنية أصلية، والأسرة المالكة السويدية ذات أصول فرنسية ليست سويدية أصلية، والأسرة الملكية البلجيكية ذات أصول هولندية ليست بلجيكية أصلية، والأسرة الملكية في موناكو ذات أصول إيطالية ليست فرنسية أصلية، الأسرة الملكية النرويجية ذات أصول دنماركية ليست نرويجية أصلية، الملكة صوفيا الأسبانية ذات أصول يونانية ليست أسبانية الأصل،
الأسرة الملكية العراقية ذات أصول سعودية ليست عراقية الأصل. نابليون بونابرت إيطالي الأصل، وأسس الإمبراطورية النابولية والأسرة النابولية، وظل أبناؤه وأحفاده يحكمون فرنسا. أدولف هتلر نمساوي الأصل وأسس ألمانيا النازية. جيفارا الأرجنتيني الأصل وقاد وحكم كوبا. إيه رأيكم أنتوا في اللخبطة الحلوة دي؟ حتى الفاطميين اللي بتقول عليهم مغاربة أصلهم من الجزيرة العربية مش مغاربة، وحتى أصحاب الأضرحة اللي في مصر اللي أنتوا بتقولوا عليهم مغاربة وهم أصلا مش مغاربة، ومن أشهرهم الإمام الشاذلي والإمام الجزولي والإمام أبو العباس المرسي. تعالوا نحلل أصولهم مع بعض. الإمام أبو الحسن علي ابن عبد الله ابن عبد الجبار الشاذلي. التحليل الأول، يقال إنه من قبيلة الأخماس غمارة، وهي إحدى فروع القبيلة الكبرى مصمودة اللي هم أصلا اختلطوا مع العرب وهم من بنو هلال. التحليل الثاني، يقال إن العلماء اختلفوا في نسبه، أتباعه ينسبونه إلى الأشراف ويصلون نسبه إلى الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما كعادة أهل كل طريقة صوفية، وبعضهم ينسبوه إلى الحسين وبعضهم إلى غيره، يعني في كلا الحالتين أصله عربي مش مغربي. العالم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخزرجي الأنصاري المرسي، يتصل نسبه بالصحابي سعد بن عبادة، وكان جده الأعلى قيس بن سعد بن عبادة السعدي الخزرجي. والخزرج هم قبيلة من قبائل مازن بن الأزد، والأزد قبيلة يمنية عربية هاجرت أبان انهيار سد مأرب لتستوطن يثرب أو ما يعرف اليوم بالمدينة المنورة. يعني من الآخر كلهم عرب وراحوا المغاربة نسبوهم ليهم كالعادة. في دراسة عملتها جامعة كامبريدج البريطانية إن الآسيويين والأوروبيين ينحدرون من نسل المصريين مهاجرين من 60,000 سنة، ونشرت الدراسة دي صحيفة ديلي ميل البريطانية بعنوان المصريين فينا جميعا. ده غير إن في دراسة تانية اتعملت بتقول إن الإنسان الأول خرج من أفريقيا وبالتحديد من مصر وبدأ يعمر العالم. فأنتوا إيه رأيكم يا مغاربة؟ ماشي، خدوا انتوا اصول عمر لطفي واحنا هناخد اصل العالم كله. في نهاية الفيديو انا عايز اوصل رسالة للمغاربة. لو افترضنا جدلا ان عمر لطفي اصله مغربي، وده مش مبرر انكم تنسبوا تأسيس النادي الاهلي ليكم، هل ينفع ننسب تأسيس نادي الوداد البيضاوي لينا عشان ام كلثوم كانت هي سبب في تسميته؟ لا طبعا. هل ينفع ننسب تأسيس النادي الاهلي السعودي لينا بحجة ان الاسم بتاعنا اقدم واننا اول ناس استخدمناه؟ طبعا لا. فبالتالي انتوا كمان ما ينفعش تنسبوا ليكم تأسيس نادي عظيم زي النادي الاهلي المصري ليكم، وبرضه عمر لطفي باشا مصري واصله مصري.